مرحبا، أنا شادية. هاي أيامي بالبوسنة، تابعوني. هيك بعد تقريبا 10 أيام من الثلوج الغزيرة بلشت تدوب، أو على الأغلب تقريبا 70% منها داب، وظل هيك أطراف في الشوارع والأماكن التلج اللي تحول لجليد. فكتير هلأ بندير بالنا من الزحاليق والوقوع. أحكي لكم شوي عن الفنادق بإليجا. طبعا سراييفو العاصمة كبيرة، إليجا هي منطقة صغيرة من سراييفو، تيجي تقريبا وسطية. الفنادق فيها بين 3 و4 و5 نجوم، زائد انه في عنا الشقق الفندقية. طبعا كل هاي 3 و4 و5 تقريبا جودة منيحة، يعني ما في انه تلاقي فرق شاسع بينهم، يمكن بس بعدد الغرف وبالمكان، يعني اللوكيشن تبعه قد ايه قريب من السوق او لا. بس من ناحية تانية كغرفة مريحة، نظافة، مستوى عالي. في فنادق بتلاقيها، ممكن تلاقيها بين الحارات أو بين البيوت، زي هذا الفندق اللي هلأ رح أفرجيكم إياه. واحد من الفنادق اللي موجودة بين الحارات، يعني بتحسه بيت مش فندق، اسمه براس، موجود في حارة في منطقة اسمها ستوب. الفندق هذا 4 نجوم. طبعا هو بنقسم لشقق فندقية، أو يعني غرفة أكبر شوي من 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 الغرف الموجودة هون. هون في الغرف الأصغر، وبعدين بتلاقي كمان بالنسبة لهاي المناطق هون بتيجي زي فيلل، يعني أكبر شوي من الشقة. خلي الطيارة تروح بما إنه إحنا قراب عن المطار. زي ما قلت لكم قبل انه المطار كتير قريب هنا، شي 5 دقائق بالسيارة. فبتلاقي اقلاع الطائرات وهبوط الطائرات والصوت العالي هذا تقريبا كل يوم بتسمعه، حتى صرت اتعودت عليه. زي ما كنت عم بحكي لكم عن فندق براس، هو فندق 4 نجوم، لطيف جدا، حباب، بيجي بين الحارات او بين حارة موجودة. حكينا انه هناك في شقق فندقية وغرفة وغرف، وفي هنا الجهة الثانية منطقة للشوي، الكافيه ومطعم، وزي فيلل، يعني إشي أكبر من الشقق الفندقية وأكبر من، فعندك أوبشنز 1 2 3. اللي بتميز هذا الفندق فيه، إذا سمعتوا فيه هتعرفوا هاي الخبرية، في هاي الشقة اللي أنا عم بأشر لكم عليها، هاي بالضبط الوسطية، كانت مقيمة هنا 2 أو 3 أيام الممثلة المشهورة أنجلينا جولي. فهاي من الأشياء اللي على طول أول ما بتيجي على هذا الفندق بيحكوا لك إياها كخبرية. غير هيك اللي بدي أحكي لكم إياه الحلو بهذا الفندق إنه أسعاره كتير منطقية، قريب على الشارع العام، قريب على المواصلات، مو بعيد. صح ما إله كتير إطلالة، بس حتى إطلالته هاي اللي بين الحارات بتحسها حلوة، خصوصا إذا الصبح صحيت وقعدت تشرب فنجان قهوة في هاي الحديقة. كنت بحكي لكم عن أسعار تقريبا الليلة هون. طبعا أنا اللي بعرفه إنه طبعا أكيد دائما أسعار الشتاء والصيف بيفرق. بالصيف بتوصل تقريبا سعر الغرفة، أنا عم بحكي على الغرفة ما بحكي على الشقق الفندقية ولا على الفيلل، خلينا نحكي غرفة بسرير مثلا دبل، تقريبا بتوصل 80 يورو الليلة كفندق زي هذا. بالصيف بالشتاء سوري زي هلا الوقت هذا بتوصل الاسعار ل 40 50 يورو. اسعار انا شفتها يعني مناسبه ل هيك مكان، وطبعا غرف كتير لطيفه، انا فتها وشفتها نظيفه مرتبه، في معك وجبه فطور كمان
هون هاي الفلال، إذا بنقدر نصور إشي هلأ رح نلقط لنا شي. هاي زي هاي مثلا، هاي فيلا للأجار. نشوف باقي الفنادق اليوم اللي موجودة في إليجا، برضو كلها قريبة على بعض. أغلب السياح لما يجوا دائما بحاولوا يلاقوا فندق قريب من المطار، وبما أنا قلت لكم إنه إليجا هي المنطقة الأقرب للمطار أو أوريدي المطار فيها، فبتلاقي إليجا مليانة بالفنادق، مع إنها هي كتير يعني منطقة صغيرة، لكن فيها يعني فوق ما بدي أعطيكم رقم غلط، بس يعني أنا اللي بعرفهم تقريبا 15 فندق، من فنادق 3 نجوم لأربع نجوم لخمس نجوم، وكلها قريبة على بعض، بس بيفرق أنت شو حابب تشوف فيو، وين حابب تقعد، قديه بدك تكون قريب من البلد أو بعيد، بس بالآخر كله قريب، كله نفس الشيء يعني، ما بيبعد كتير عن بعض. هلأ من الفندق اللي طلعنا أول واحد براس اللي هو جوا الحارة، طلعنا على الشارع الرئيسي على طول، هي في فندق تاني اسمه نيو هوتيل، كمان موجود قريب على إليجا أو في منطقة إليجا، قريب بعيد عن براس شي 5 دقايق مشي. كمان هذا فندق 4 نجوم، شوي هذا ليلته أغلى، بالصيف الليلة الواحدة ب100 يورو، بالشتاء 50 يورو. كمان فندق لطيف صغير، مش كتير كبير، بس يعني قريب على كل شيء. طبعا إذا نزلنا من هون على طول هاي محطة القطار الأولى اللي ممكن تواجهها، إذا شايفين معاي هاي القطار، يعني 3 4 دقايق مشي تكون واصل لمحطة القطار اللي بتبعد عن إليجا بس محطتين. وبما اننا وصلنا لهون افرجيكو الاوتيل الثالث اللي على قطعة الشارع اللي قريمته خضراء، مكتوب بي ام هوتيل ببراتش مويت. هذا كمان فندق 3 نجوم، فندق من اظن 3 اقسام 3 عمارات. هذا رخيص يعني، ليلته ارخص شوي، بالصيف تقدر تحصله ب50 يورو بالصيف، وبالشتاء يمكن 30 يورو. شايفين كتير قريب يعني. كمان هذا الأوتيل إذا نزلتوا فيه تمشي شوي تلاقوا محطة القطار. أكيد إذا بتتابعوا فيديوهاتي بتكونوا حفظتوا هذا المكان، هذا مكان التمشاية اللي مليان بالكافيات على اليمين وعلى الشمال، في وسط إليجا، ومشيت معاكم قبل هيك من السوبر ماركت من السوق من الجسر لعنده. هيك بيكون قربنا على كمان فندق من الفنادق الموجودة بإليجا، بس طبعا بعيد عن الفنادق اللي هلأ كنا عندهم، يعني ركبنا بالقطار وطلعنا محطتين وجينا هلأ على وسط إليجا.
هذا الفندق بالنسبة لي يعني من ألطف الفنادق اللي ممكن تنزل فيها، لأنها على طول تنزل منه أنت في وسط السوق من محلات وكافيات سوبر ماركت، كل شيء موجود. وصراحة هوتيل إليجا، هوتيل أورانج، فندق 4 نجوم ومن أرخص الفنادق اللي ممكن تنزل فيها بإليجا. هون الليلة بالشتاء تقريبا 30 يورو، أو بالصيف تقريبا 60-70 يورو. طبعا برجع بحكي لكم حسب حجم الغرفة اللي طالبها. هيو هاي الباب الرئيسي تبعه، واحنا كنا بهذا الكافيه قبل بالفيديو اللي قبل، شربنا قهوة أكلنا حلو. وهذا الجسر كمان كنا عليه للي متابعنا. وهون 10 رئيسي على طول قباله من هاي الفندق، قباله فندق هوليوود، كمان من أكبر الفنادق الموجودة بإليجا. وهداك اللي هناك فندق 5 نجوم كمان اسمه فندق هيلز. شايفين قد ايه قراب على بعض؟ 1 2 3. حروا عليهم بس مش هلا. شوفوا كيف داب التلج، ولا كأنه كان في تلج، يا دوب هناك بالأطراف رجعت المنطقة خضراء. سكروا هذا الكافيه كنا فيه بواحد من الفيديوهات. الشمس اليوم كتير حلوة، درجة حرارة 4. إذا بتتذكروا لما تلجت إجينا على هاي الحديقة وفتنا فيها وحكينا من وسطها، وقلت لكم إنه هاي الحديقة حواليها 4 أو 5 فنادق، فهي كمان 4 5 فنادق غير اللي شفناهم أول مرة وتاني مرة. برضو كله قريب زي ما انتبهتوا، مشي دقايق بتكون واصل. هاي المكتبة الحكومية هنا، يعني بيقدر طلاب المدارس يجوا يقرأوا أو أي حدا
بس هي مجانية للطلاب. وجنب المكتبة في كافيه تقدر تقعد فيه، وفيه مسرح كمان بيعملوا مرات فيه اكتيفيتي، فعاليات للأطفال زي سحرة ورقص وهيك. فهاي المكتبة الحكومية أو العامة اللي موجودة. أكيد بفيديو واحد ما رح أقدر أفرجيكم كل الأوتيلات أوصل لعندها وأفوت، فاستنوني ببارت 2 للأوتيلات، حنحكي معلومات أكتر وحنزور الأوتيلات اللي اليوم ما زرناهم واللي ما شفناهم، ونحكي معلومات أكتر عن الفنادق ومناطق الإقامة في البوسنة. تابعوني.